أنا شفيت كربي وبالي أعضاء أخويا مفصلة جثة رمية بالفالة عاري ومحزوز الود. سمعوا زينب إذا قرأت شفت الشموع فاق الصدر فاق الصدر ايه الطم هالصدر شفت الشمر فاق الصدر وبسيفه يقطع للناحر وبرجل اخويا يعتف أنا أنادي يا حسين اللي جاي أعظم اللي جاي أعظم تتحمل ظل النحار ينزف ديما ظلمة لبيل حال السماء شنو صار؟ اسمعنا صيحة فاطمة تنادي بفجيع يا حسن الآن ما أقرأ لتهبط راسك لأن خلاص بعد القمة هذه أعظم مصيبة لتنذكر راس الأخو وشيل الشمو من بعد ما كسر الصدر وكسر ويا ويلي للجبي وكسر ويا ويلي للجبي وين الغيارة؟ انتوا لا تبكون لا تبكون ارجوكم ولا واحد يبكي هذه للنسوان مو لكم ارجوك لا تبكي باشوف تقدر اعظم مصيبة في السبي ينظر خواتي الأجنبي بعدني بعدني ما تقدر ما قدرت تكتمها أعظم مصيبة في السبي ينظر خواتي الأجنبي خليني أقرأ خليني ومزقها بضرب العبي ما عدنا حامي ولا معي